عودة مرة أخرى للنادي الأهلي بعد الأجازة، النهاردة كان أول يوم، أخبار الدنيا إيه يا كابتن سيد؟ الحمد لله، برضو اطمنا على حاله الناس اللي كانت حتى كان فيها اصابه في اخر مباراه التاريخ، سواء كان بيرسيتاو او محمد هاني شاركوا في التمرين كله. محمد محمود الحمد لله رب العالمين حالته هايله جدا في الفتره الاخيره، محمود متولي شارك بشكل منتظم جدا في التدريبات. الناس اللي كانت بعيده، الناس بقى اللي كانت موجوده يعني من الاول كلهم في حاله كويسه الحمد لله. محمد عبد المنعم واصابته اخباره ايه؟ محمد بكره ان شاء الله الرحمن هيبقى فيه زي بروفا كده للواقع اللي هيلعب فيه في الفتره اللي جايه ان شاء الله الرحمن. ممكن على مباراه الهلال ممكن يعني الدنيا تبقى كويسه، يعني مش هنجازف بيه بالتاكيد لو في اي خطوره يعني، لكن التقارير الطبيه اللي جايه ان هو ممكن يعني ممكن ان شاء الله الرحمن يكون موجود معانا. يعني هل من الممكن ان محمد محمود انا اسف محمد عبد المنعم يكون موجود في مباراه الهلال؟ انا بقول لك اه يعني التقارير الطبيه اللي جايه ان من الممكن، لكن لو في اي خطوره خلاص مش هتجازف يعني مش هيتجازف بيه. طيب على الجانب الاخر برضو يا كابتن سيد، اخبار التمرين ايه والفرقه ايه، خصوصا بعد الاجازه ان انت راجع قدامك مباراه، اهميه طبعا هذه المباراه واضحه للجميع، مباراه الهلال ان شاء الله يوم الاحد، كمان اتاجلت من السبت للحد، اعتقد ده شيء جيد جدا. بص يعني هي مباراه بالنسبه لي هي مباراه التاهل، البطاقه ما بينك وما بين الهلال يعني، فهي مباراه في منتهى الاهميه، مباراه بتعدي فيها مرحله بتخش على مرحله ثانيه خالص يعني، لكن مش هتفكر في المرحله الثانيه غير لما تعدي على المرحله ديت يعني. فانت جاي انت شايف المباراه صعبه؟ اه طبعا الهلال جاي و ما عندوش غير فرصه واحده يعني، وانت حامل اللقب لنسختين 21 و20 او 20 و21، فانت بتدافع على لقبك يعني، المباراه هتبقى قويه جدا ان شاء الله الرحمن، نكون محضرين لها بشكل كويس ونخش المباراه من اول لحظه لحد صفاره النهائي باذن الله، واحنا قدامنا هدف واحد هو الفوز بقى. معسكركم امتى يا كابتن ان شاء الله؟ لسه ما رتبناش مع الراجل، لكن غالبا هيبقى كالمعتاد يعني قبل المباراه بيوم. يا رب كل التوفيق للنادي الاهلي في هذه المباراه، اشكرك شكرا جزيلا النجم الكبير كابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره في النادي الاهلي.